ما شاء الله عليه أسطورة، أسطورة فعلا في كرة اليد. فعلا أنا واحد من الناس سعيد جدا جدا هو معايا النهاردة. أنا اتشرفت أن لعبت معاه في جيل كبير جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفعلا فرحان ومبسوط بيه. أنا عارف أن الحلقة النهاردة جاية مع ماتش كورة، لكن كنا لازم نقابله ولازم نتكلم معاه، لأن هو بكرة إن شاء الله بيرجع تاني لفرنسا. خلينا نرحب بنجمنا الكبير وأسطورة كرة اليد كابتن سامح عبد الوارث، منورنا ومشرفنا وسعيد جدا جدا أن أنت معانا النهاردة. أهلا بيك وأهلا بالناس المشاهدين كلهم. بجد يا كابتن سامح، يعني بقالك كتير قوي الناس يعني تعليقات، خلي بالكم احنا هنتواصل معاكم على السوشيال ميديا، على الفيسبوك الاهلي، الاهلي قناه الاهلي او الاهلي تي في، قولوا كل اللي انتوا عايزينه. انا شفت تعليقات سريعه جدا، الناس كلها بتتكلم على سامح عبد الوارث، انت فين وفين الاسطوره ده من زمان. وفعلا يا سامح الناس كلها عايزه تعرف سامح عبد الوارث فين دلوقتي بعد ما كان نجم من نجوم كره هدف النادي الاهلي. هو قاعد في باريس تحديد وشخص عادي زي مفيش رياضة مفيش رياضة، متابع للنادي الأهلي بالأخص لكرة اليد عامة، في الشغل والبيت. سامح ما كانش حد ممكن يتخيل ده من زمان، أنا نفسي شخصيا وإحنا بنلعب مع بعض ما كنتش متخيل إن ممكن سامح عبد الوارث يبعد عن مجال الرياضة. لكن خلينا نرجع لتاريخ سامح عبد الوارث وبداياتك بقى في حلوان وتصنيع ونادي التصنيع. عايزين نعرف، الناس عايز تعرف سامح عبد الوارث راح كره اليد ازاي، لعب ازاي هاندبول. والله انا بديت في نادي الهيئه العربيه للتصنيع كبدايه، وكبدايه للعبه اصلا ابتديتها في المدارس عن طريق الاصدقاء في المدارس. كنا عملنا فرقه. انت كنت في المدرسه هنا؟ طبعا. اتفضل. فابتدينا نعمل فرقه، نجمع فرقه مع بعض يعني. مين بدا المدارس؟ الموضوع ده كابتن سامح في المدارس كان زمان بيروحوا المدارس كان ويختاروا كان خلال. معايا كان معايا كان معايا لعيب دلوقتي هو كابتن محمد السعيد. طبعا ده اخو زميل وعشره سنين يعني. طبعا هو يعني هو تقريبا هو السبب الرئيسي في ان هو يجمعنا. كان عنده هو كاريزما كده وشخصيه كده جميله يعني. فجمعنا وابتدينا عايزين نتدرب، فروحنا نتدرب في نادي التصنيع. كويس. فقابلنا مين؟ كابتن شعبان الانوار. كويس. لقينا مجموعه كويسه، فطبعا هو بعين المدرب بعين الاداريه بتاعته. هو راجل محنك وذو خبره كبيره. طبعا. فعرض علينا ولعبنا فعلا في نادي التصنيع وبقينا فرقه. وابتدينا تدرجنا الترتيب في سنين، واتمرنا مع كذا مدرب هناك، مدربين كتير برضو، وهو كان هو كان البدايه معاه. وطلعنا بقى طلعت وكسبت أندية كبيرة، هنتكلم وكسبت الأهلي كمان، وكسبنا الأهلي وكسبنا مفيش مشكلة. لكن خلينا نرجعك شوية سامح برضو، مش معنى كرة اليد يعني، مش معنى هاندبول. أنا بص، أنا في حياتي عامة الحاجة بتختارني، أنا ما بختارهاش. عمرك ما اخترت حاجة؟ أنا عمري ما اخترت حاجة في حياتي. كل حاجة دايما هي اللي بتختارك. كل حاجة بتختارك. اختارتك ازاي؟ اختارتك انت رحت الملعب وبقيت تلعب؟ انا لا، هو يعني انا كنت في لما كنت في المدرسه انا يعني صديق معايا، احنا الزملاء اصدقاء اولاد مع بعض، قال لي تعالى تلعب هاندبول. قلت له يلا نروح نعمل فرقه عشان بس. نروح نلعب. من هنا ابتدينا رحنا نتمرن، لقيت نفسي في فرقه، بلعب في فرقه. بعدين لقيت نفسي في منتخب ناشئين، لقيت نفسي بكسب بطوله جمهوريه على مستوى الجمهوريه، لقيت يعني اخذت السلم كده. خدت التدريب بقى مع كابتن شعبان في التصنيع. بالظبط. نقلوك جيت ازاي النادي الاهلي؟ كسبتنا؟ مظبوط كده ولا ايه؟ لا لا، هو طبعا بعد ما خدنا بطوله الناشئين 17 سنه تدرجت، ابتديت العب في ثلاث مراحل اللي هي كنت 17 بلعب اللي هو المرتبط دلوقتي 19 والدرجه الاولى. في الفتره دي النادي طلع، كان في الممتاز به، طلع ممتاز الف وبدا يلعب في الدوري المحترفين يعني دلوقتي. كويس. فزي ما تقول ابتديت بقى يعني طلعت يعني، بدا بقيت اظهر بقى، ده سامح الصغير اللي هو كان لسه ناشئ ابتدى يلعب على المستوى الولاد الكبار. دخلت منتخب مصر. دخلت منتخب مصر عن طريق تصنيع ودخلت منتخب مصر عن طريق نادي؟ انا كنت في منتخب مصر اما احنا كنا مع بعض. فطبعا دخلت، كنا بطوله الناشئين اللي لعبناها هنا في مصر اللي كسبناها بطوله افريقيا.
كان في نادي الزمالك. اه اللي كانت في نادي الزمالك بالظبط اللي لعبناها وكانت مع الكابتن جمال شمس الله يرحمه رحمه الله عليه. كسبناها ومن خلصت البطوله على طول في النادي الاهلي الموسم اللي بعده على طول. جيت النادي الاهلي عشان اصحابك في النادي الاهلي ولا جيت النادي الاهلي؟ اه طبعا انتوا كلكم اصحابي يعني انا لا طبعا مع احترامي لنادي الزمالك وهم اصحابي برضه لعيبه نادي الزمالك الكباتن الكبيره بس كنت انا اهلاوي يعني انا اهلاوي من النخاع يعني من جوه من كل حاجه من كل حاجه حتى عندي العيله كلها اهلاويه يعني ما بتهزرش في الاهلي ما فيش هزار اول برنامج من تقريبا عندي دلوقتي 15 20 سنه اطلع فيه هو النادي الاهلي هو كده طب خلينا بص يا سامح لازم اخد بص يا جماعه لازم اخد تعليقات لان التعليقات حلوه جدا لكابتن سامح عواس اللي هنكمل معاه التاريخ هاني مختار بيقول لك مهاره اسطوريه وابداع وفن واخلاق وحاجه رائعه جدا ده اول واحد محمود سالم من شمال سينا تحياتي محمود سالم بيقول من شمال سينا تحياتي لاحد افضل لاعبي الجيل الذهبي ليد مصر المحترم سامح عبد الوارث امير عبد العظيم حمد لله على السلامه فين هو الان احنا قلنا ان هو عايش في فرنسا احمد رحومي يا راجل عاش مين شافك يا راجل عاش مين شافك يا عبد الوارث انا بعتبرك افضل لاعب مر بتاريخ كرة اليد المصرية التعليقات قوية جدا في حب كبير جدا بينك وبين كرة اليد المصرية ومشجعين كرة اليد المصرية هو يمكن عشان مش عارف يعني دي من عند ربنا يعني أنا بحسبها إن هي من عند ربنا بس يعني تعبت كتير تعبت كتير في المواضيع دي سامح هسألك سؤال بصراحة بديتها من تحت تعبت في الهاندبول طبعا لا ده تعبت كان في ايام كتير لسه هنتكلم لكن قول لي يا سامح السوشيال ميديا النهارده تعرف سامح عبد الوارث لو كانت السوشيال ميديا دي موجوده سنه 90 91 92 مع تطور سامح عبد الوارث كان سامح عبد الوارث اختلف في الحياه ولا كان ايه الوضع؟ والله مش عارف ساعتها الواحد كان يعني كنت اقدر اقول انا كنت هكون فين ولا فين بس دلوقتي اقدر اقول ان كانت هتفرق كتير قوي في بالنسبه للوضع اللي انا كنت فيه يعني مثلا على سبيل المثال في حاجات كتيره مرينا بيها في بدايه مشوارنا دلوقتي لو كانت عندنا الامكانيات نفس الامكانيات دلوقتي كنا عملنا حاجات كتير كانت المسؤوليه يعني طب بص الثقافه نفسها خلينا نسر التاريخ وهناخد تليفون انت شخصيا واحنا بنتكلم كده في حديث جانبي قلت لي نفسي اسمع صوته هناخد تليفون مهم جدا كابتن شعبان الانور احد مكتشفي كابتن سامح عبد الوارث وهو دلوقتي مدير العلاقات العامه بالاتحاد الدولي لكره اليد كابتن شعبان مساء الخير الو كابتن شعبان معايا انا كابتن عوضي ازيك يا كابتن شعبان انا النهارده كابتن معانا في الهواء طلب شخصي معانا نجم مصر كابتن سامح عبد الوارث احد اللاعبين اللي هو اكتشفتهم على مدار التاريخ كابتن سامح معاك يا كابتن شعبان هديه العيد لينا لسامح عبد الوارث قول لي بقى عايز كابتن شعبان وحشني كتير انا في كره اليد طب قول لي كابتن شعبان ادينا بقى سامح عبد الوارث زمان في لما كان لسه في التصنيع واكتشافك وراح النادي الاهلي، راح النادي الاهلي ازاي؟ ايه الصفقه اللي حصلت وهو رايح النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كابتن عوضي احب ابارك لمصر والشعب المصري بالانجازات بتاعت فريق الشباب وفريق الناشئين اللي شرفوا مصر وادوا هديه كبيره في عيد دي حقيقة الأضحى لمصر دي حقيقة دي حاجة دي أول حاجة، الحاجة الثانية أحب أهني جدا 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 الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة المجموعة الجميلة برئاسة المهندس هشام مصر تمام زائد بقى إن المدرب الناشئين اللي موجود النهاردة في المادة أبو المد من ضمن الفرقه بتاعت سامح لو كانوا فرقه واحده كلهم من التصنيع يا كابتن شعبان صح كده؟ كلهم من التصنيع ايوه كان الكابتن بتاعهم كان الله يبقى يمسيه بالخير كابتن محمد سعيد كابتن محمد سعيد هو قال كده بالظبط صح
قول لي بقى ازاي يا كابتن شعبان. وكانت بص يا كابتن عوضي طبعا انت انا مش هتكلم عنك انت انك كابتن عظيم ربنا يكرمك والله يا كابتن عوضي. وبعدين معاك بني ادم سامع عبد الوارث من انقى الشخصيات اللي تشوفها ويعني كان مريح جدا ما في التدريب. ها سامع عبد الوارث بقى يعني كان طبعا ما حدش يصدق ان كان بيتمرن مثلا كان بيجي له الساعه مثلا 9 الصبح النادي. كان ملتزم يا كابتن شعبان؟ كان ملتزم في التدريب يا كابتن؟ اتفضل. كان ملتزم معاك في التدريبات؟ جدا جدا جدا. بقول لك احنا كنا بنتمرن في التصنيع. يعني كنا بنتمرن في التصنيع كل يوم بعد يعني من الساعه 4 لغايه الساعه 8. طبعا عبد الوارث كان يجي لي الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 12 يتمرن لوحده. لوحده خالص خالص لوحده يوميا لان احنا كان احنا نادي التصنيع كان قدام مكان سكننا كلنا. يعني احنا كنا من المكان ده ساكنين كلنا فيه. وسامع عبد الوارث كان بيجي لي واحنا انا خدت تريقه من الناس كثيره جدا على سامع عبد الوارث. الله 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 ده طلع احسن لعيب في العالم تخيل. سامع عبد الوارث والله العظيم بس يعني من اعظم الناس هو كان هو مجدي وكان احمد سالم بس احمد سالم اكبر منهم مجموعه شوية. مجموعه كبيره مجموعه كبيره يعني كان يجي 10 احنا يعني نادي التصنيع طلع اكثر من 10 لعيبه لمنتخب مصر يا كابتن عوض. ما شاء الله دي حقيقه فعلا كان بفرخه للاعبين الكبار. لكن عايزين نعرف تفاصيل انتقال كابتن سامح عبد الوارث الى النادي الاهلي وايه اللي حصل بالظبط في الاوض المغلقه دلوقتي بقى من زمان او الكلام ده. اتفضل اتفضل. سامح عبد الوارث كان لما بقى يعني بدا ينضج بسم الله ما شاء الله عليه. واحنا كنا خدنا كاس مصر نادي التصنيع وكسبنا كنا كانت البطوله بتتلعب في الاسماعيليه. سامح فاكر الكلام ده كويس قوي. طبعا طبعا دي حقيقه. وكان معانا الزمالك كسبناه رايح مرتين في نفس البطوله وخدنا البطوله ساعتها. وكان مجدي ابو المجد اللعيب برضه من اللعيبه الكبيره قوي مجدي ابو المجد اللي هو مدرب من المنتخب الناشئين دلوقتي العربي حاجه. وكان الكابتن محمد سعيد بقى الله يمسيه بالخير ربنا يمسيه بالخير. وكانت مجموعه يعني بسم الله ما شاء الله كانوا 7-8 لعيبه اكنهم 20 لعيب. دي حقيقه. وحاجه يعني ربنا يكرمه وسامح كده والشباب من الشباب اللي زي الورد سامح ومجموعته وربنا يا رب يكرمه. يا رب يا كابتن شعبان. الله يخليك يا كابتن شعبان. عاوز بقى جاله قصه للاسف جه الاهلي. جه الاهلي ازاي بقى؟ نادي الجزيره كان عاوز سامح عبد الوارث. كويس. ونفس كنا يعني النادي كان طالب مبلغ معين. النادي الاهلي دفع المبلغ ونادي الجزيره دفع المبلغ. فاحنا لما عرضنا الامر على عرض علينا الامر قلنا لهم احنا اللي سامح عاوز يروح بقى اللي انا عايز اروح النادي الاهلي. توكلنا على الله. توكلنا على الله. كان راح بكام بقى كابتن الفلوس ساعتها؟ كان راح بكام النادي الاهلي؟ تفتكر انت؟ 5000 جنيه بقى. 5000 جنيه ولا كور؟ كلام بسيط. كور. 5000 افتكر 5000 جنيه؟ ما كانش ما يعني هي كانت 5000 جنيه ولا كانت كور؟ انا فاكر ان هي كور. لا 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 اللعيب اللي ما راحش احنا ما كناش بص يا كابتن عوضي. نادي التصنيع كان يعني مش عايز اقول لك مصنع شباب. دي حقيقة يا كابتن. دي حقيقة بصراحة. نادي التصنيع وشباب ايه يعني احنا انا ما كناش ولا بناخد فلوس من هنا ولا بناخد فلوس من هنا. ما كانش في امكانيات اساسا. نادي التصنيع بدينا 3000 جنيه للفرقة طول السنة. 3000 جنيه واخدت في سامع ورس 5000 جنيه. كابتن شعبان ربنا يخليك لينا ويديك الصحه ومبسوطين انت كنت معانا النهارده. وحاجه بتسعدنا دايما ان احنا دايما الكبار بتوعنا متواجدين معانا وبيقولوا لنا حاجات التاريخ بيحكي نفسه. شكرا يا كابتن شعبان. 5000 جنيه في سنه كام؟ 88 89 انا كنت لعيب وعارف 5000 جنيه. وبعد كده في سنه 91 جالك عقد احتراف في باريس سان جيرمان. بالظبط 2 مليون فرنك. 2 مليون فرنك. وما سافرتش. ما سافرتش. وقعدت تعيط معانا.
عندنا مشاكل صح. لا اعذرني بقى النهارده الحلقه هاكل اشهد على عصري كويس يعني. لا فعلا سامح من 5000 جنيه بتاخد 40 جنيه في النادي الاهلي مظبوط كده؟ 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه في النادي 200 جنيه في النادي الاهلي وكنت اعظم لعيب في العالم وجالك عقد وما سافرتش. ايه اللي حصل معاك في الحياه ساعتها؟ والله هي اثرت على نفسيتي كتير وانت كنت انت كنت من اقرب الناس ليا يعني في العصر ده وكنا مع بعض منتخب ونادي ويعني عايشين يعني احنا كنا في فتره الرياضه. يمكن الناس برضو اللي تعرفوا ان اللعيبه برضو اللعيبه مع بعضها والفرقه واحنا بالاخص كهاندبول والنادي الاهلي كنا مترابطين كتير جدا جدا يعني حتى في عدد السنين القصير ده احنا محققين بطولات كتيره يعني حققنا بطولات كتيره بطولات عربيه بطولات افريقيه بدوري كاس يعني حاجات كتيره على المستوى المحلي والمستوى الدولي كمان يعني. كابتن سامح التعليقات كتيره جدا هكمل معاك بس تعليقات جالك كثيره جدا. كابتن محمد عزيزي هندبول بيقول والله يا كابتن خالد الجيل ده اللي خلانا نحب كره اليد كويس. وشعبان علي الاسطوره سامح عبد الرس وحشنا وحشنا فينك من زمان. وحسن محمد بيقول كابتن سامح عبد الرس اسطوره كره اليد المصريه عبر تاريخها. بص تعليقات وهشام شعبان او شاهين عفوا بيقول فينك يا فنان كره اليد مع الجيل العظيم منور مصر وقناه الاهلي. بعد كده محمد عيسى بيقول اولا مساء الخير كابتن ثانيا كل عام وانتم بخير. ثالثا لما عرفت ان سامح عبد الرس معاك لغيت نزولي وقعدت. رابعا والله زمان يا كابتن سامح الحقيقه انا ما اظنش اني هشوفك في ملعب كره اليد حد زيك انت وياسر لبيب. بالتوفيق في اللي جاي وريت نشوفك على القناه تاني. كابتن سامح الناس فرحانه جدا بسامح عبد الوارث. وقفنا عند نقطه الا وهي انتقالك لباريس سان جيرمان والدروب اللي حصل معاك في الحياه. هو يعني هي الفتره كانت فتره اللي هي في البدايه ويمكن ده كان في الاول برضو كان في اول طلب النادي ليا كان كنت لسه ما استلمتش شهاده الجيش برضو دي عطلتني كمان سنه. بعد ما خلصت الجيش لعبنا البطوله بتاعت بطوله 93 سنه 93 كانت في السويد. كانت في السويد ودي يمكن تقريبا وصلت فيها لاعلى حاجه للمستوى يعني 93 حققت فيها تقريبا اعلى حاجه يعني مستوى. سامح عايز اقول لك على حاجه. انت لعيب باك رايت بايدك اليمين وقفت تشول في مصر 10 سنين تقريبا بيلعبوا معاك فترات لكن مش فترات الكتيره وقعدت تلعب على ايدك اليمين. اشمعنى رحت الباك رايت والمكان صعب جدا بالنسبه لك؟ هو 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 يعني برضه قلت يعني انا قلت لك الحاجه بتختارني انا ما بختارهاش كنا في المنتخب الناشئين احنا بتاعنا وكان عندنا مشكله في الشول كابتن جمال قال لك روح وكان على طول كان 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 كابتن جمال وكان الله يرحمه وكان كابتن محمد صفوت الله يرحمه كابتن نادي الزمالك برضه كان يعني كان وكان يعني مدربين كتير يعني عدوا علينا في الـ في الـ في الـ في الجيل بتاعنا فمن هنا انا حاولت ان انا اكون هناك في الباك رايت. ابتديت كان صعب وانا يعني كنت لسه ما عنديش الخبره كنت لسه في اول مره العب عكس ايدي كنت لسه يعني ما ابتديت اتفرج على كان في لعيب روسي بيلعب بايدين الاثنين فابتديت اتفرج عليه برضو حاولت ما عرفتش كنت شويه يعني زي ما تقول ايه مش شايف الرؤيه مش باينه قوي. مع الوقت ابتديت لقيت نفسي ان انا يعني في حاجات سهله بالنسبه لي ابتديت العب زي ما تقول انطلقت مره واحده لقيت ما بقتش اعرف بقيت احب المكان ده اكتر من غيره زي ما احنا شايفين دي في كاس العالم اعتقد. خلي بالك دي لقطات حصريه لقناه الاهلي عمرها ما طلعت ولا انت اول مره تشوفها اعتقد صح؟ دي مباراه مهمه جدا في تاريخك بصراحه اللي ادانا يا جماعه الحق يقال كابتن عاصم السعداني ادانا تاريخ لسامح عبد الوارث مع ان هو في الصين لكن بعت لنا كل حاجه بصراحه سامح. كل سنه وانت يا كابتن عاصم. دي من الماتشات اللي مع الدنمارك اعتقد. دي كنا بنلعبها كلها في كاس العالم اعتقد 93 كانت كاس العالم كانت كاس العالم دي. سامح خليني اخدك لبطوله او لما جيت النادي الاهلي. لما جيت النادي الاهلي تفتكر اول يوم دخلت في النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي كابتن خالد
انت يعني يا جماعه النادي الاهلي احنا هنقعد نتكلم احنا كمثلا هنقول جيل قديم شويه. لا انت مش جيل، انت جيل حالي. النادي الاهلي ده حاجه تاني، كان حلم عندك. انا طبعا انا بعشق النادي الاهلي، وكان حلم بالنسبه لي ان انا ادخل النادي الاهلي. انا نعم كنت انا دخلت النادي الاهلي وكلهم اصحابي، مش لسه جاي ما اعرف الناس، لا عارف. كنت عارفهم وكنت بدخل النادي وانا في نادي في كنت بلعب في التصنيع، وكنت يعني كنت متعايش معاكم، كنت متعايش في النادي الاهلي، وتمنيت والحمد لله الامنيه اتحققت. اول دخلت يعني الفرحه كنت طبعا لسه صغنطوط شويه يعني طبعا. فالفرحه مش يعني ما تقدرش تقولها بالكلام يعني. حاجه كبيره لما بتيجي مصر بتجري على النادي الاهلي عشان تشوف المكان اللي تربيت وعشت فيه. طبعا فيه. كل الذكريات فيه طبعا، كل فيه. حاجه كل الذكريات فيه، لان حياتي كلها حياتي اللي هي الفتره المرحلة العمرية ديت من تقريبا 10 سنين من المرحلة العمرية دي كلها عديتها في النادي الأهلي. عايز أقول لك الصورة دي، تفتكر الصورة دي وإيه حكاية الصورة دي معاك؟ دي الصورة دي منتخب مواليد 70 كابتن جمال شمس في بطولة أفريقيا اللي هي كانت في نادي الزمالك. دي كانت في مصر، كان المنتخب ده المنتخب، لكن الصورة دي ما كانتش هناك، كانت في العراق. ودي كان سافرنا. دي البطوله اللي اتلعبت في نادي الزمالك. دي كان في كان معسكر، كنا بطوله المعسكر ده كان في العراق. كان في العراق. مظبوط، كان قبل ما العراق تتضرب. احنا كنا هناك ساعه الضرب. كنا بالظبط قبل الضرب. قبل الضرب رجعنا. ودي كنا الجيل، كنا جيل انا بس عايز اقول لكم حاجه، ان كابتن سبع بوارس هو اللي واقف في النص. على يمينه كابتن جوهر واشرف عواض، على يمينه جوهر كابتن جمال شمس رحمه الله عليه، وعلى شماله اكرم وطارق لطفي، خالد العودي اللي على شماله، واحمد دعبس ميدو، محسن سليمان، محسن احمد نوح، واحمد ابو رفع، عمرو الكردي. تاريخ. ناس. خلينا نرجع لبعض برضو ونقول، لما جيت النادي الاهلي ورحت بطوله قويه او اهم بطولات سمع بوريس في النادي الاهلي. البطوله العربيه كانت اول بطوله مع كابتن محمد عبد المعطي، كابتن الكبير محمد عبد المعطي. بصراحه اثر معايا كتير في لعبك، اثر علي في 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 فادني كتير، فادك كتير كتير. ده من ضمن المدربين يعني اللي مرت بيا، اللي مريت عليهم يعني. قول لي بصراحه شديده، كابتن عبد المعطي كان زمان عنيف، خناقه زي مع اللعيبه، بيدي باور قوي. اتعلمت منه العنف جوه الملعب، وتعلمت منه الحماس القتاليه على طول. طول ما رجلك في الملعب مقاتل، تمام، ما بتقعدش. طب ايه موضوع طير عايزك تحكي الناس الموضوع ده كنا في معسكر رومانيا. أيوة. كنا قبل البطوله. ايوه قبل البطوله دي، وكنا بنلعب حماس، وكان يعني هو رجل حماسي فوق العاده، فوق الوصف يعني، مدرب قتالي يعني. وحلاوته ان هو بيدي للعيب ثقه كويس، بيخلي يعني يدي للعيب ثقه، اللعيب بيزيبه باور. بيزيب باور على طول، بتكسر الدنيا. كويس. فعلا دي ميزه من مميزاته كمدرب يعني. جينا الماتش، كنا بنلعب بوخارست. ايوه. فرقه بوخارست دي من فرق اللي هي تقريبا اتقل فرق في رومانيا، في اوروبا كلها مش في رومانيا بس. ورومانيا في الوقت ده كانت مستوى عالي جدا 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 جدا. جينا هم عملوا علينا تكتيك معين بلعبة. عايزك توصفه للناس عشان انا ما وصفتوش. هو اللعيب بيعمل اكنه باصه للوينج. وينج رايت، اكنه باصه للهاف كوره، والهاف يعمل نفسه ان هو ما استلمهاش فيفوتها تطلع، وهي طالعه على اتجاه التغيير، خط التغيير. كويس. الجون مش واقف في الجون قاعد بره. ده تكتيك. كابتن عبد المعطي كان بيلعبنا دفاعي. الكابتن عبد المعطي من كتر حماسه ومن كتر انفعاله مع اللعبه وهو، فقال لك تير يلا، راح بيقول لك تير يلا، والكره طالعه وهو الجون راح نازل واخدها، وكلنا جرينا على الكره وهو جري. وما انت كنت واقف، انت كمان جريت معانا. راح الجون طالع واخدها ومديها الوينج رايت، بقى ما اتحركش مكانه، الوينج رايت بتاعهم ما اتحركش، راح بصها هناك، راح حطيتها جون. واحنا عبطي كان منظره ايه ساعتها؟ قعد احنا 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 قعدنا تقريبا لغايه النهارده بنضحك على اللعبه دي، لغايه النهارده. سنين النهاردة. طويله بنفتكر اللعبه دي. رجعنا تاني ورجعتوا جوه الملعب وعملتوها في فرق كتيره.
احنا بالظبط اتعملت فينا وكنا بنعملها على طول في الفرق في الدوري ساعتها. طب لو رحنا للتاريخ سامع عبد الوارث رحت 95 في ايسلندا مظبوط كده؟ بالظبط في ايسلندا 95 ايسلندا وعملت ماتش مع رومانيا تاريخي ب 15 جون جينس ريكورد. لا ده كان في 93 93؟ رومانيا 5 لا 3 5 93 3 خلاص هو بيقولوا 3 يبقى انت اللي صح 93 انت اللي حافظ التاريخ عندي 93 التاريخ عندك كويس. عملت 15 جون في ماتش رومانيا وانت رايح الماتش عارف تعمل ده ولا ايه؟ لا وكان ماتش في دور ال 16 وكان ماتش صعب. لا انا الماتش ده كمان كان قاعد معايا في الغرفه جوار نبيل. جوار نبيل كنا ساعتها كان هو لسه طالع معانا وكان كان 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 في المركز قبله كان الكابتن عبد الوهاب الله يمسيه بالخير. وكنت ساعتها الماتش ده كان ماتش تقريبا جديد يعني شويه تحديد المراكز وكان يعني مهم جدا. وكنا بنتكلم انا وجوهر ف يعني بنقول الماتش لا هنتغلب يعني نازلين هنتغلب يعني يعني رومانيا وفرقه تقيله يعني. بس انا بقول لك حاجه معلش بقى انا هقطع كلامك انا اسف قطعت كلامك. الماتش ده كان 95 في ايسلندا وكنتوا بتلعبوا مع رومانيا 95 كاس العالم ورجعوا شوفوا يعني اجي اشوفها تاني. انا بقول لك 93 كان كاس العالم في السويد ما وصلناش وصلنا في دور الثمانيه. لا احنا ما وصلناش في 95 احنا في 95 وصلنا بس الريكورد في 93 خلاص نكمل بقى خلاص اتفضل بس هو حلو. ناجي قول له ناجي خلاص الاهلي هيشوفها بقى يتاكد منها اتفضل بالظبط فكنا يعني عاملين حسابنا ان احنا بس في نفس الوقت احنا متمرنين كويس وكان ساعتها المدرب كابتن عاصم السعداني وكان دكتور كريم مراد وكنا فعلا هم يعني كانوا ماشيين على يعني ال 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 الحماس والدينا دفعه كبيره وكنا عاملين معسكر كويس جدا وكنا مستعدين كويس يعني نازلين الماتش فعلا يعني احنا كلعيبه شويه قلقانين اول ربع ساعه الماتش فك وحسينا علينا عليهم فضلنا وكان معنا احمد بلال ياسر لبيب حسام غريب احمد العطار جوهر نبيل اشرف عواد فاكر الجيل كويس كلنا ايمن صلاح الحمد لله فضلنا ساعتها كان حسيت يعني انا حسيت بالفرق يعني انا حسيت ان انا يعني بقيت ادخل على الجون مجرد انا داخل على الجون اول انا ضيعت اول كورتين في الماتش ده يعني قلت بس انا مش بعد كده ما فيش كره عدت مني كله جون كله راح جوان كله من اي حته من الباك من الهاف من اليمين من الشمال بقيت اجيب حتى دكتور كريم كنت كل ما اطلع كنت بتعب حتى كابتن عاصم طلع سامح ريحه شويه اقعد انا حتى سامع الكلام يعني انا فاكر الماتشات دي انا فاكرها يعني فاكر كويس جدا فاكرها زميلك في الملاعب معلش انا اسف اقطعك زميلك في الملاعب كابتن اشرف عواد بعت لك قال لك الاسطوره النجم عبد الوارث اشرف عواد كابتن سلوى برضه نفس الكلام لعيبه النادي الاهلي بتقول لك مفاجاه جميله استضافه كابتن سامي عبد الوارث الباك الطائر. نكمل كلها تعليقات يا جماعه التعليقات كتيره جدا هنقف وهنتكلم على التعليقات بس كل شويه هندي له تعليقات لان هو فعلا نجم كبير ويستاهل حلقات كبيره جدا عشان فعلا هو تاريخ كبير داخل النادي الاهلي ومنتخب مصر. اتفضل يا كابتن سامي. فكان الماتش ده يعني ماتش ما تقدرش الواحد فعلا في الذاكره ما اقدرش انساه فعلا لما طلعت من الماتش يا سامح وجايب 15 جون جينس ريكورد كتب عليك والصحافه العالميه بتكتب عليك الموضوع كان عندك شكله ازاي؟ عادي جدا 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 ولا اكني عملت حاجه خالص ورعبت تاني عادي خالص وكملت ولا حطيت في راسي ان انا بصراحه يا جماعه انا هتكلم حق ربنا سامح عبد الوارث هو فعلا دي الحقيقه ان هو فعلا خرج من الماتش عادي جدا بالنسبه له لكن هو عنده موقف تاني اخر لما سامح عبد الوارث بدا يطلع نجمه يعلى رحنا المانيا وعايزه يحكي في المانيا. المانيا دي كنا بنروح نلعب ماتشات كابتن سامح عبد الوارث كنا بنلعب ماتشات في المانيا كان الناس هناك 4000 واحد نزلنا المطار كله عايز يصور مع سامح عبد الوارث ويصوروا لان هناك الصحافه الصحافه الاوروبيه عامه يعني زي ما تقول ايه يعني الناس شويه وبالذات المانيا شويه كره اليد فيها معروفه كتير يعني طبعا يعني مهتمين بها كتير والاعلام بيديها عكسنا احنا الاول يعني احنا كنا شويه الاعلام ما كانش مهتم قوي بكره اليد
لما يعني احنا اللي فرضنا نفسينا على على الساحه يعني ككره يد او كلعيبه يعني. فلما رحت هناك كان في فعلا ناس كان في اهتمام وكان في مترجمين مع برامج كانوا كنت بطلع برضه بالترجمه بالترجمه كنت بقول كلنا كنا بنقعد نتفرج عليك خلينا نقول صح كلنا كنا دي حقيقه يا جماعه كانوا هم بيتاخد برامج واحنا كلنا فرقه طبعا في نجوم في الفرقه كتير لا في نجوم يا جماعه بس هي كله كان مبسوط يسمع يعني هي هو الريكورد ده هو ده اللي خلاني يعني خلى الناس تهتم وبقيت ان انا انزل حتى في الماتشات الثانيه في مثلا البطولات الوديه كنت باخد الهداف في الماتشات نفسها وكن كانوا بيدوا في كل ماتش احسن لاعب لكل ماتش اللي هي اللي كانت الدورات الوديه اللي تتلعب فكانت عايز اقول لك على حاجه كويسه جدا نفسي اسالك السؤال ده وانت لعيب ولازم اساله النهارده الفنت ده اتعلمته فين؟ انا لازم اجيبها هي معانا لقطات كتيره على الموضوع قول لي الفنت ده اللي بتفسح فيه مصر كلها احنا نفسنا كلها كنا بنستمتع واحنا بنلعب معاك في الفينت ده اتعلمته فينا سامح والله عوضي انا كنت زي ما كابتن شعبان كان بيقول لك انا كنت بنزل اتمرن يعني بتمرن كتير لوحدي ويمكن شويه هو انا حاولت ان انا اركز على حاجه يعني المهارات الفرديه فكمني انا شويه يعني حاجات يعني كمني انا سريع طويل وسريع في رشاقه في الحاجات اللي هي بتاعت يعني بتاعت ربنا يعني ربنا اديها لك يعني ربوني امكانيات امكانيات فانا انا 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 يعني صقلتها بالتمرين اللي هي يعني بالشغل معلش انا مش عارف اتكلم طبعا انا بتفرج شويه عشان عربي بقالي 15 سنه ما نزلتش دي حقيقه لكن سامح ابو راس كان بيعمل فنت مش طبيعي في العالم درسوه وما عرفوش يحللوه فعلا دي حقيقه وكان حاجه مختلفه تماما لكن هي نخرج تليفون مهم كابتن من كباتن اللي عاشروا سامح عبد الوارث هو كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن ياسر لبيب مساء الخير مساء النور ازيك يا كابتن خالد منور يا كابتن ياسر معانا ضيف عزيز علينا كلنا كابتن سامح عبد الوارث منيحه حبيبي كابتن ياسر الاول كل سنه وانتم طيبين وانت طيب يا كابتن والشعب المصري كله بخير يا رب وانا سعيد جدا يعني يمكن سامح بقاله فتره كبيره غايب عن الساحه تماما وسامح طبعا غني عن التعريف وكلاعب من اللعيبه القلائل اللي جم في مصر ومش هيجي مش هيتعوضوا او مش هيجي زيهم مره ثانيه في العالم يا كابتن كمان نعم في العالم يعني لسه بنتكلم على الستايل بتاعه جوه اللعب طبعاً. نعم. في العالم بص يا خالد سامح عبد الوارث ظاهره يعني نادرا ما تتكرر لعيب بالحجم دوت بالامكانيات ديت اولا اللعيب اللي كان سريع جامبه عالي جدا تصويبه قويه مدافع عالي جدا فالمكونات دي كلها لما تتواجد في لاعب من الصعب ان هي تلاقيها لكن في تاريخ كره اليد المصريه ما جاش لعيب زي سامح عبد الوارث في المركز الرايت وايمن وكان بالكفاءه ديت يمكن انت كنت بتتكلم على ماتش رومانيا كان 93 مش 95 يبقى خلاص يبقى عنده صح خلاص يبقى عنده صح عنده صح البيبو صح البيبو يبقى عنده صح وكان يعني يمكن الماتش ده خلي بالك الماتش ده كان من الماتشات اللي كانت مهزمه جدا يمكن سامح ما كانش بدا في الاول الماتش دوت ونزل مش عايز اقول لك ان سامح كان من كل حته حتى بيشوط من بين الباك رايت والوينج رايت كان بيجيبها جون يعني كان عالي عروه غير طبيعي في المباراه ديت يعني بلغه الهاندبول بيقول كان راكب الجون غير طبيعي يعني اي كره مش عارف حتى جون يعني ما كانش حد قادر يوقفها فيعني سامح طبعا من الظواهر اللي لن تتكرر في كره اليد المصريه. كابتن ياسر لما كابتن ياسر لبيب اسطوره من اساطير كره اليد المصريه والنادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي بيقول على سامح ظاهره لن تتكرر اكيد كان في مواقف كتيره بينكم جوه الملعب سند معاك وقدر يساعد كتير معاك وانت خصوصا كنت بتعرف تلعب سامح عبد الوارث داخل النادي الاهلي وداخل منتخب مصر. كابتن ياسر بص يا كابتن خالد يعني فضل. الجيل دوت وانت كنت واحد منهم اللي هو في جيل فتره التسعينات
يمكن ده من اعظم الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. وانا بقول لك الكلام دوت كفريق مش كافراد، يعني النادي الاهلي طبعا جه فيه ناس عمالقه دي حقيقه على مستوى الاجيال اللي قبل كده واللي بعد كده، ولكن الجيل دوت فعلا لن يتكرر. جيل كنت فعلا بتلعب معاه تستمتع ان انت تلعب مع المجموعه دي، سواء سامح، اشرف، عاشور، حازم او محمد عبد الله، وجوهر ومحسن على الدايره، وانت ورانا وعمر شوقي معاك. فعلا احنا اعتقد ان مفيش في مصر ما حصلتش في تاريخ كره اليد المصريه ان فرقه راحت تلعب في المانيا ودفع لها فلوس عشان تلعب. دي حقيقه بقى، ده انت كده بتتكلم في التاريخ. فعلا كابتن ياسر كان الفرقه الوحيده راحت المانيا، وبسبب اسماء اللاعبين مفيش ماتش لعبناه غير ما خدنا عليه فلوس، وخدنا رسمي كمان وكان بتوزع علينا. وغير كده بقى يعني اللي اعلى من كده كمان ان فرقه كنت بتستمتع ان انت بتلعب مع المجموعه ديت. كان في فنيات عاليه جدا خلال المباريات بشكل مش طبيعي، يعني جيل انا يعني شايف ان هو مش هيتكرر في كره اليد المصريه الجيل ده. كابتن ياسر لبيب يعني شكرا جزيلا، انت كنت معانا ومبسوطين فعلا، بس لما اسطوره زي كابتن ياسر لبيب كابتن مصر بيتكلم على سامح عبد الوارث كده الموضوع كبير يعني جدا. عايز اعرف العلاقه جوه ارض الملعب سامح بينك وبين ياسر لبيب. لا يا ياسر لبيب من انا بعشقه يعني يعني انا يمكن كان فرق بيني وبينه مش كبير يعني بس كان ياسر لبيب بالنسبه لي لعيب مهاري ما يعني انا ما شفتش زيه. غير كده كان في يعني كنت بحس ان في تناغم كيمياء حلوه انا بيني وبينه يعني وكنا بنعمل يعني افتكر موقف من مواقف في ماتش الاهلي والزمالك. كنا في نادي الزمالك، في صاله نادي الزمالك، وكنا بنلعب، كنت انا وهو، كنت انا ياسر لبيب، اشرف عواد، كان جوهر نبيل، كان احمد سالم، وكان محمد عاشور. وجينا نعمل لعبه يعني، وكنا ساعتها في الماتش ده كنا فارقين حوالي اربع تجوان خمس تجوان يعني. الماتش مريح خلاص، واخر جول حبينا نعمل كام كره في الهواء كده يعني، عملناها. جه عاشور اداها لاحمد سالم، احمد سالم الدهاني، وانا رحت مديها لياسر، وياسر راح مخلصها في الجون يعني. وخلي بالك مش متفقين، ومش متفقين هي مش متفقين بس احنا، هو ياسر كان يبص لي يعمل كده، كنا بنبص بس يعني. عايز ارجعك شويه ورا، 16 مباراه ولا 18 مباراه على التوالي الاهلي بيكسب الزمالك، منهم مباراه 10 تجوان في ارض الاسماعيليه، مع ان النادي الاهلي كان خسران قبلها بيوم. 18 مباراه كويس. طب على التوالي، على التوالي في اي ارض؟ على التوالي، على طول. مفيش على طول، مفيش تفاهم، مفيش رحمه. مفيش تفاهم، مفيش رحمه، مفيش رحمه. يعني قول لي يا سامح، كنت بتروح ماتشات الاهلي والزمالك ازاي، وكنت شايفها ازاي وانت بتلعب في الماتشات؟ يعني ماتشات الاهلي والزمالك كان من اقوى الماتشات اللي تتلعب، لان خلي بالك ما انت عندك الناحيه الثانيه احمد العطار، حسام غريب، كان فيها محمود حسين، ايمن صلاح، باسم السبكي، كان في احمد دعبس، كان في احمد رمضان، كان في نجوم فطاحل. ما هو نادي الزمالك برضه، نادي الزمالك كان فطاحل يا جماعه برضه، احنا ما نقدرش نقلل من النجوم دي كلها يعني. كان لا، عايز ارجعك لخسرنا الاولمبي في دوره مجمعه، خسرنا اول يوم ماتش الاولمبي خسرناه وما كانش عندنا حل تاني ان احنا لازم نكسب الزمالك تاني يوم. ما هو ده كان حافز على فكره يعني، احنا لو كنا ممكن يعني كان انا كان متخيل كنا كسبنا الاولمبي، كنا ممكن نريح في الماتش الزمالك فعشان كده كان هو ده الحافز. ماتش في طنطا، كان ماتش في اسماعيليه. سوري، لا لا، اسماعيليه 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 10 تجوان فرق في اسماعيليه. كنت بتلعب في المباراه، بصوا يا جماعه انا هقول بقى عن نفسي يعني، انا بس عايز ارجعه شويه. كان بيلعب المباراه دي مش يعني مش مركز تركيز شديد جدا، كان اي لعيب بيجي قدامه يديله فنت يروحه يصفره على فوق ويقوم داخل جايبه جول، صح كده ولا ايه؟ لا، هو انت طبعا انت كنت عارف الجو بتاع الماتش، احنا كنا حتى في كل ما انت كنت عارف كنا بنركز ازاي، كناش تنزل ماتش شايف حد ابتداء من الصبح، يومك من الصبح ما بتشوفش حد غير الماتشات المهمه دي، نازل مركز بطوله، ماتش تقيل يعني. كان ماتشات تقيله، 18 مباراه ورا بعضين. وماتشات الزمالك كلها خلي بالك كلها تقيله يعني. اصعب حاجه في تاريخ سامح عبد الوارث داخل الملاعب كره اليد كانت ايه؟ اصعب لحظات بالنسبه لك؟
والله يا اصعب لحظات جاتني في الاخر. جاتني في الاخر. يعني في الاول ما كانتش قوي، بس برضو في لحظه كانت مع كابتن جمال شمس، كانت رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، كانت بطوله الناشئين برضو انا افتكرها، يعني كانت البدايه برضو. كان ماتش تونس وكان بين الشوطين بالاحضان بالاحضان، بس مش عايزين نكمل. ماتش تونس وكان فعلا يعني، وكان على كان على ارضنا، وكانت تفرق كتير البطوله بتاعتنا دي، كانت كتير تفرق. ودي كانت لحظه صعبه جدا، حاسس انك الماتش هيروح منك وفي ارضك والبطوله راحه، بس الحمد لله يعني قدرنا وكسبنا. في لحظه مهمه في حياه سامح عبد الوارث، لحظه اصابته في مباراه الاهلي والاولمبي في الدقيقه 29 الشوط الثاني 57 ثانيه بالظبط، انا بجيب الكره عشان تشيل كره بتهزر كده، كتفك مخلوع، كتفي يعني طلع كده بس ما تخلعش خلع كامل. هو دي البدايه، دي كانت البدايه، دي البدايه اللي هي يعني خلتني انا يعني نفسيا، اثرت عليا نفسيا، لان انا كمان لعيب شويه، نفسيتي بتاثر كتير في اللعب. حسيت شويه اني اثرت عليا كتير نفسيا، كتير اثرت عليك الموضوع كتير ده جدا كتير. كتير. طب خلينا نخرج لتعليقات الناس بقى، لان بص تعليقات الناس بقت كتير قوي يعني، خلينا والله الناس بتعلق كتير جدا معاك، فلازم بس نقول لهم يعني الكلام اللي بيقولوه، معلش اعذرونا لازم نقرا حاجات كتيره. كابتن سامح عبد الوارث، محمد عبد الله، وحشتنا قوي يا كابتن سامح، الاسطوره والفرعون الطائر. كويس. كرم مبارك، يا كابتن سامح اخيرا شفناك، كنت صديق جيد، ده حد يعرفك. في واحد بقى بيقول لك حسن محمد بيقول ايه، والله الراجل ده انقذ حياتي في شواطئ الاسماعيليه وانا بغرق في البحر، ويشاء الله ان اجد من يعني يسحبني من الميه، واحد وجدته هو من ينقذني، والله اني احبك في الله. الكلام ده حصل؟ تفتكر الكلام ده حصل؟ طبعا مع اسماعيليه كابتن محمد متولي. كنا طبعا اسماعيليه طبعا كابتن محمد، فكنا اصحاب يعني، فكنا على طول، كنت على طول بحب يعني انك اسماعيليه. كنت على طول كنت بنروح يعني، كنا هناك عند محمد يعني، فكنا هناك على طول، فبحب المايه، احب اروح اغير الجو يعني. يعني انت عارف الرياضه شويه كان فيها مكبوتة الدنيا، فبتحب تخلع. وكمانها كانت قريبه، كانت ساعه ونص، دلوقتي ما اعرفش قد ايه، دلوقتي بقت 40 دقيقه. ساعه ونص اتفضل. ففعلا قابلت، كنا هناك، والراجل ده كده يعني، واحد شفته نزلت على طول انا، وانت الحمد لله الواحد يعني في الميه يعني. طب وعبد الرحمن سامح بيقول لك اسطوره، عبد الرحمن سامح اسطوره حقيقيه، افضل لاعبي كره اليد المصريه على مر التاريخ، ربنا يحفظك. تاني احمد صبري بيقول انا حبيت كره اليد بسببه. تاني هيثم حسن، يا عاش كابتن سامح واحلى ايام الهاندبول في الاهلي. احمد رحومي قلناه، احمد بيقول هاني مختار اسطوره كره اليد لا تتكرر، وابو اياد بيقول اسطوره كره اليد على مر التاريخ، الناس حباك جدا 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 جدا. محمد عبد الوارث اتظلم عشان اخد اخو سامح عبد الوارث ولا لا؟ هو ممكن يكون الظلم، اتظلم دي حقيقة، عشان كان يعني انت عارف برضو الناس شايفاك عايزه تشوفه بنفس ما هي يعني، يعني بي 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 بشكلك. خلينا طب عايش سامع اعذرني، ناس كتيره تليفونات كتيره عليك، فلازم نخرج برضو لتليفون مهم، احد مدربين كانوا كابتنه في النادي، واحد مدربين النادي الاهلي ومنتخب مصر الحائز على ثالث العالم، برونزية العالم في مواليد 98، معانا ومعاكم كابتن طارق محروس، مساء الخير. الخير يا كابتن عوضي، ومساء الخير على الغزال. الغزال؟ غزال كابتن طارق معاك اهو، هسيبك بقى تتكلم معاه انت. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سامح، والله وحشني جدا حبيبي، كل سنه وانت طيب. كابتن طارق محروس عشره كبيره ولعبنا سوا. يعني الكلام اللي فيه مدح فيه يعني، اعتقد ان هو يعني مش هقدر اديله حقه، لان سامح ده من الناس اللي الواحد فعلا يعني من اللعيبه اللي الواحد عشرها في الملاعب. نادرين جدا اما تلاقي لاعب عنده الثقه بالنفس دي، وعنده الجراءه، وعنده القوه، وعنده كمان
علاقات. انت عارف يا خالد طبعا يعني عشرتنا وكنا طبعا. يعني كانوا بيقولوا على الجيل اللي انت بتلعب فيه ده كابتن خالد انت وكابتن سامح ده اعظم جيل في النادي الاهلي. الكلمه دي ما جاتش من فراغ، مش عشان مكاسب الماتشات على فكره ولا مكاسب البطولات، لا، عشان جيل كان بيلعب كل مباراه كان هي بطوله، وده نادرة دلوقتي لما تلاقي في فرقه بتلعب كل مباراه كان هي بطوله. ما كانوا بيخسروا كانوا بيخرجوا يعيطوا كانهم حتى لو ماتش ودي كانهم خسروا بطوله العالم. دي حقيقه. جيل بلاني عوض في النادي الاهلي فعلا فعلا كان عارف قيمه الفانيلا وعارف يعني ايه معنى كلمه النادي الاهلي. قول لي انت موقف مع ايوه بالظبط في تونس كان الله يرحمه كابتن جمال رحمه الله عليه، لسه ماسك الفرقه رحمه الله عليه ورحنا تونس بطوله الامم الافريقيه، فاكرها يا خالد؟ طبعا. كنت انا ساعتها مدرب في الناشئين والله يرحمه خدني اول ما جيت خدني معاه في الدرجه الاولى. مظبوط. واول حاجه لينا كانت بطوله افريقيا. كان حصلت مشكله كده بين الشوطين، مشكله امنيه مش هنتكلم فيها، لكن بين التايمين وفي المحاضره مش عارف ايه كنت لسه يعني طالع الدرجه الاولى جديد مع الكابتن جمال، وطبعا يعني خبرات برضك كمدرب لسه قليله، فلقيت سامع عبد الوهاب كان حصل مشكله كده واتخبط خبطه جامده والدكتور خيطه ومش عارف ايه، فبقول له هتلعب؟ قال لي انا هرجعك بالكاس. قلت له ايه؟ قال لي مش طالع من الملعب الا لما ارجعك بالكاس. نفس الموقف ده حصل معانا برضك في البطوله العربيه في سوريا، كنا بنلعب مولوديه وكانت فرقه يعني شومه شومه في سوريا دي حقيقه. وبرضك نفس الموقف ده كل الناس بتقول مرضيه دي هتمسك النادي الاهلي تديله 10 تجوال صح، واحنا رايحين الماتش كان قاعد جنبي في الاوتوبيس اقول له يا وسام هنعمل ايه؟ قال لي هرجعك بالكاس زي ما رجعتك في البطوله الافريقيه. الله فعلا كان لاعب يعني 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 تاريخ لا ينسى، وفعلا من اللعيبه اللي انا دايما دايما بذكرهم مع لعيبتي بقول لهم لو في كل جيل لاعب زي سامح عبد الوهاب، طبعا جيلكم طبعا يا خالد مش هننسى طبعا جوهر نبيل واشرف عواد واحمد سالم ومحسن سليمان وممدوح سليمان وعادل وهاني لا 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 صح. جيل فعلا ما فيهوش مركز ضعيف، دي حقيقه، كان قوي وكان عاشور وكان عصام لا جيل قوي. فطبعا سامح عبد الوهاب حاجه يعني يعني لو قعدت اتكلم اقعد اتكلم على كل مباراه كان بيدي مثل للعيب غير طبيعي. هو طبعا عنده طرائف كتير جدا في البعثات الخارجيه، منها واحده كده في الطوله كنا مسافرين او فتره اعداد قاعد في الروتين قاعد يتكلم في التليفون محمود، كان لسه محمود طالع جديد ايه كل شويه الله يرحمه كابتن يقول لي الاولاد ده ايه فلوسه كتير. المهم بعد شويه قلت له انت رايح اجي قاعد جنبه، قلت له سامع انت بتكلم مين؟ انت بقالك ساعه بتتكلم انت بتكلم كتير قوي. قال لي انت صدقت؟ انا ماسك التليفون بس عشان الناس تعرف ان انا بقى قاعد التليفون معاهم بتتكلم. عندك حق، يعني كان ليه مواقف كتيره بصراحه يا كابتن طارق، وفعلا جيل حاجه عظيمه، وانت برضو من المدربين الكبار اللي مرنوا الجيل ده، وكان فعلا شرفنا بيك اكيد اكيد. بيتي كانت مع هذا الجيل فعلا، زي ما المدرب بيعلم زي ما اللعيب برضك بيعلم المدرب، الاثنين بيعلموا بعض، ولو الاثنين على قلب رجل واحد زي ما لما كنا ايام الله يرحمه الكابتن جمال شمس رحمه الله عليه، ابطال دوري ابطال كاس دوري عام كاس بطوله عربيه، خمس بطولات اللي دخلناهم صح. السنه دي الحمد لله كسبناهم وكسبناهم ايه؟ دي حقيقه، يعني مفيش فرقه وقفت قدامنا سكينه في الجاتوه. عارفين يعني ايه اسم النادي الاهلي؟ دي حقيقه. كان في ناس بتحب الفانيلا بدون اي مقابل، يعني الناس دي لو كانت بتلعب في الدوري احنا فيه دي سامع بارز ده كنت مثلا تلاقيه بياخد له 20 30 مليون بس. دي حقيقه، لان الناس دي لعبت ببلاش، انتوا لعبتوا ببلاش يا خالد، بس اديتوا النادي الاهلي اكثر بكثير بكثير من اللي كنتوا بتاخدوه. اتمنى له كل توفيق ويا رب اشوفه في احسن صحه ويا رب اسمع عنه كل خير، انه يستاهل كل خير بصراحه. شكرا يا كابتن طارق، شكرا يا كابتن طارق، كل سنه طيب، كل سنه وانت طيب، ودايما معانا على قناه الاهلي. سامح الكلام كتير، المشاعر كتيره بينك وبين كل اللي كانوا بيلعبوا معاك. اصحابي واخوات يعني كنا يعني العلاقه ما كانتش بس علاقه يعني ما كانتش علاقه ملاعب وعلاقه رياضه بس. فكرك بحاجه في رمضان كان ايه اللي بيحصل؟ عايزك تحكي للناس كان في رمضان لما كان البيوت بتلف بتدور
نفطر فين النهارده؟ نفطر فين؟ يعني مثلا كنا كل يعني شوف احنا كنا تيجوا عندي كلكم، كل فرقه عندي في البيت، عندي جوهر عندك في البيت، كنا يعني كنا كل واحد بيفطر الفرقه يوم، بيفطر الفرقه يوم. وفطار ايه يعني؟ احنا عارفين اهالينا كلنا يعني كلنا يعني البيوت كنا بنخشها كأننا واحد من البيت وعارفين الاخوات والام والاب، يعني الاسره كلها عارفينهم. دي حقيقه. فكانت بينا علاقه صداقه وعلاقه محبه كمان. يعني ارجعك لعبد الوارث الظلم بسبب ان هو اخو سامح عبد الوارث. اتظلم. رايك كده؟ كان مطلوب منه يعمل مجهود كبير، وهو يعني في هو الجيل، ناس الجيل بتاعه، هو الجيل بتاعه، والمقارنة نفسها فيها ظلم. المقارنة صعبة، فيها ظلم. أنا شايف كده بصراحة. المقارنة فيها ظلم، ظلموه الناس لما قارنوه. بس هو لعيب، هو يعني هو قدم كتير برضه. هو محمد من برضه اللعيبة المميزين، قدم أكيد هو لعيب مميز، لكن هو أنا بقول إن هو اتظلم إن هو اتقارن بسامع عبد الوارث. طبعا هي المقارنه نفسها ظلم، يعني ظلم ليه؟ ظلم ليه طبعا. سامح عبد الوارث اكيد في محطات في حياتك، محطات مهمه او مدربين اثروا في حياه سامح عبد الوارث، عايزين نستعرض كده. والله مدربين كتير. كتير يعني، مش عايز اقول مدرب وانسى واحد يعني مدربين كتير. محمد عبد المعطي، عاصم السعداني، طبعا في البدايه كابتن شعبان الانور، كبدايه كابتن جمال شمس، كتير. دكتور كريم مراد، يعني مدربين، يعني انا مش عايز اقول اسامي برضو، في ناس كتير هتزعل. دول اللي هم هنا يعني، اللي من هنا، اللي من بره برضو يعني، في باول تيديمان وخفير كوستا مين اللي اثر في سامح عبد الوارث تدريبيا بصراحه؟ اللي اثر في سامح عبد الوارث، مع ان انا عارف ان انت كنت جاي ستايل مختلف، لكن مين اللي اثر معاك فعلا في المدربين دي؟ والله يا كابتن خالد، يعني هو كل واحد، انا يعني ابتديت يعني اثر فيا، يعني اخذت من كل واحد يعني فادني، هو فادك، فادني. طبعا كل مدرب بيجي يدرب لعيب بيفيده، واللعيب الذكي هو اللي بيسمع كلام مدربه وياخد منه المعلومه وينفذها يعني. كتير يعني، جمال شمسك منه مدرسة لوحده، عبد المعطي مدرسة لوحده، عاصم السعداني مدرسة لوحده. أخذت من كل بيت أغنية أو كل فيلم أغنية. طبعا وفيهم في يعني، دول المدربين اللي هم عشان أنا بقولهم دلوقتي كلهم نادي الأهلي بتوعنا يعني، وقريبين مننا يعني، وكنا عشنا فترات طويلة معهم وأثروا فينا فعلا. خلينا نخرج تليفون تاني، بس عايز تقول أنت يعني مساء الخير، مين معانا يعني، اشتغل معانا شوية. قول مساء الخير. ايوه الو، ايه فيش تليفون ولا ايه؟ ايوه معاك اهو، معايا اهو. مين ده؟ سامح عارف صوته؟ تقول تاني. طب اتكلم كده، مساء الخير. مساء الخير يا ميحة. اهلا كابتن احمد سالم. ده لا ده محمد عبد الوارث. ازعل مني نو اخوه. زي احمد سالم بالظبط. زي احمد سالم. عامه بصوا، مساء الخير يا كابتن عبد الوارث. مساء الخير يا كابتن. يعني منورنا ومشرفنا كابتن محمد عبد الوارث. هو طبعا كابتن النادي الاهلي، ودلوقتي هو مدرب فريق النادي الاهلي للدرجه الاولى، ما شاء الله عليه، ربنا يوفقهم باذن الله. مش هنتكلم على دلوقتي، لكن هنتكلم على علاقتك بسامح عبد الوارث واللي اثرت عليك بشكل كبير داخل ملعب كره اليد. تقول ايه؟ والله هو اثر فيا حاجات كتير قوي يعني. يعني هو تقريبا هو ابويا واخويا وصاحبي، كل حاجه. يعني انت كابتن عوض طبعا انت حضرته، كنت انا لسه صغير، كنت باجي اتفرج على الماتشات معاكم. دي حقيقه. فبصراحه لا انا يعني هو كان ماسكني يعني متبنيني في كل حاجه تقريبا، في كل حاجه معاه. دي حقيقه. فده طبعا اثرت معايا كتير جدا، ده اللي خلاني ان انا اخش المجال ده واحبه كويس قوي، ان انا على طول يعني تقريبا مش ابنه يعني، اكتر من ابنه كمان. الموضوع كان ما بيني وما بين سامح الموضوع مختلف جدا يعني ما في يعني مش اخوات يعني، ما تسالش علينا اخوات، هو حاجه كده ما بتتوصفش بحاجه اكتر من الاخوات بكتير. طب كابتن كابتن عبد الوارث، بس اوقفك نقطه، هنسمع حاجه انت قلتها على سامح عبد الوارث من فتره ونرجع نكلم تاني، ممكن نسمعها مع بعض؟ اتفضل. اكيد وانت موجود معانا لازم نطمن على نجمنا الكبير كابتن سامح عبد الوارث. فين كابتن سامح؟ كابتن سامح موجود في باريس، بس هو يعني خلاص
يعني مش حابب الموضوع يعني. مش حابب الرياضة. لا هو خلاص يعني هو كان بيقولها لي مثل كده كان طول عمره بيقوله لي. انا مش هفضل اجري طول ورا الكوره طول حياتي. لازم اعيش حياتي شويه. لا احنا عايزين نطمن عليه فعلا. اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتسال عليه. واكيد هو يعني نجم كبير. كابتن سامي عبد الوارث ده من اعظم اللاعبين اللي جوه النادي الاهلي. ودي حقيقه مع احترامي لكل الاجيال وكل اللاعبين. كلنا كنا اجيال كويسه جدا. لكن سامي عبد الوارث حد مختلف في الحياه, في الستايل وفي الشوت وفي كل حاجه. كان على رايي كان المدير الاداري بتاعنا المستشار اكثر الودادي قال كلمه مهمه جدا, بينقلنا على حرير. فعلا كان بينقلنا على حرير. دي حقيقه. لكن اكيد لازم نعرف اخباره ولازم نطمن عليه. يعني في تواصلات بينك وبينه اكيد؟ طبعا في تواصلات بيني وبينه على طول بنتكلم. هو احتمال كبير الصيف ده ينزل اجازه. لازم تقول لنا عشان لازم. لا ده اكيد لازم يكون موجود معانا. لا اكيد طبعا. وانا ان شاء الله اول واحد هظهره جوه النادي الاهلي. طيب ارتباط اسمك مع اسم سامي عبد الوارث عامل لي مشكله كبيره. عامل لك مشكله كبيره جدا. ليه؟ قول لي بصراحه. في مقارنه بتحصل بينك عبد الوارث انت بينك وبينه للاسف. ان في مدربين كتيره وفي ناس كتيره بتقارني بسامح. يعني مثلا اتظلمت في المقارنه دي بصراحه. بصراحه اوقات لا بكلمك في اللعب, في مقارنه داخل اللعب اوقات كتيرة اتظلمت فيها. طبعا. هي الفكرة كلها ان هو سامح حاجة مختلفة خالص. مختلفة جدا جدا. يعني الحقيقة. هو عنده امكانيات. طبعا انا طبعا مش انا مش هقول دافع قدامي. عنده امكانيات مش موجودة عند حد. بيعمل حاجات تقريبا مفيش بني ادم بيعملها. دي حقيقة. كابتن عبد الوارث معانا؟ عامل لك مشاكل في كل حته. يعني يعني فعلا وجه المقارنه فعلا كان في مشاكل كتيره جدا بتحصل معاك. انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت. لا هي مشاكل كبيره وكانت مشاكل كانت بتضايقني فعلا. مش عارف كنت انا يعني اخلي المقارنات دي ازاي تتشال. بس يعني الواحد كان بيحاول قد ما يقدر. بس الناس ما كانتش قادره تستوعب ان اثنين اخوات لازم يكونوا في اختلاف. ما كانش حد مستوعب معاك. سامح ربنا كرمه بموهبه مش موجوده فعلا عند حد. اسالك سؤال. حاولت ان انا اخدها. يعني حاولت ان انا اخد المهارات دي منه. بس طبعا لا ده هو مولود بيها. دي حاجه ربنا وهبها له كده. يعني استحاله تبقى عند حد. وهو فعلا قدر يشتغل عليها ويطورها. والله وانا حاولت كتير ان انا تبقى زيه. يعني حتى كمان الشوطه اللي من تحت دي هو قاعد معاك. هو قاعد معايا فتره بتاع شهر كامل بيعلمها لي وبيعلمها لي بوضعيات مختلفه. بس ما فيش فايده. هي مش فايده دي. هي خلاص هي موجوده. هي معموله عشان سامح عبد الوارث بس. دي حقيقه. قول لي بصراحه شديده, ممكن نشوف سامح عبد الوارث داخل ملاعب كره اليد في مصر او في العالم ولا لا؟ انا من وجهه نظري ومن سامح لا. ما هو مش حابب ان هو يخش. انا متوقع من حاجه زي دي. مش عارف. سامح دماغه هو بيحب يعيش حر. عامل زي العصفور كده بيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا بمزاجه. ما بيحبش يبقى مربوط بحاجه. وطول عمره كان كده. وهو بيلعب كان كده. دي حقيقه. ده هو لعيب كان كده. فهو يعني انا ما اعتقدش ان هو يقدر يعني او مش عايز يخش المجال. عشان المجال متعب بصراحه. جدا. يبقى خلينا كده يا عبد الوارث. كفايه قوي كده. بلاش المجال المتعب. خلينا كده كويسين ونتكلم في التليفون. شكرا يا كابتن عبد الوارث. قال لك مجال متعب والناس بتسال. ما يمكن برضه عشان مش عايز يعني ممكن الناس برضه تسالك على السوشيال ميديا. سامح عبد الوارث فين من التدريب؟ فين من الاداره؟ فين من كره اليد؟ ما هو يعني هو انا حاولت على فكره برضه. كانت السنه عبود ابراهيم بيقول لك ليه كابتن سامح ترك تدريب او بعد ليه عن المجال الرياضي؟ ليه ما اشتغلتش في التدريب؟ يعني ليه الناس بتسال ليه ما اشتغلتش فعلا في التدريب او دخلت المدرسه؟ هو بحكم ان انا كنت قاعد بره. فلما جيت خلاص يعني قلت بقى خلاص مش قادر ادي اكتر من كده. يعني كانت سنه 2005 2006. قلت لا خلاص الرياضه كده ستوب. يعني انا فكرت. بس يعني زي ما قلت لك الحاجه ما اختارتنيش. ما 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 قدرتش. يعني ممكن اكون ما حاولتش او ممكن اكون بس هي الحاجه ما اختارتنيش. سامح عبد الوارث ممكن يرجع يشتغل في مصر في مجال الرياضه مره ثانيه ولا خلاص الموضوع انتهى؟ سامح عبد الوارث كان تاريخ في كره اليد وانتهى الموضوع. لا لو مجال اداري ممكن. ممكن. لو اتعرض عليك لو مجال اداري ممكن. انما فني لا. فني لا. لا
ليه فني لا او اجزمت وقفلت الموضوع؟ لا لا فني لا. ليه؟ اداري يعني الاقي نفسي في الاداري اكتر. الامور تبقى اسهل بالنسبه لك. انا كمان شايف ان انا اقدر ادي في الاداري. تقدر تدي فيها. كابتن سامح، الاهتمام بالالعاب دي ما كانتش موجوده زمان، لكن دلوقتي اعتقد ان السوشيال ميديا عملت فارق في الموضوع، رايك ايه؟ طبعا طبعا كتير كتير. النهارده الحاجه بتوصل بسرعه. وده هو ده اللي يعني هو ده المطلوب من في الرياضه عامه، انك توصل المعلومه في اسرع وقت. في نفس الوقت بتبقى الحاجه بتبقى باينه على طول، كل حاجه واضحه. ابو بكر بيسالك سؤال، بكر شادي بيقول لك ليه المباريات بتاعت سامح عبد الوارث مش موجوده على اليوتيوب؟ حتى ادخل وجرب، ليه مش موجوده ماتشاتك؟ دي ممكن انا اكون انا مقصر شويه. دي المفروض عندك شويه ممكن تنزلهم. انا مقصر. بس طبعا ممكن مش عارف يعني ممكن يعني انا قصرت في نفس الوقت، ما لقيتش اللي مثلا يعرف انت يديلك شويه يزقك شويه يزق الامور يعني. ممكن قول لي سامح وبارس عمل كل حاجة. والبعد البعد بعد البعد يعني برضه. قول لي سامح وبارس عمل كل حاجه في الرياضه ولا كان عايز يحقق؟ لا ما عملتش حاجه خالص. ما عملتش حاجة خالص. ازاي؟ لا والله. ازاي يا سامح؟ انا شايف نفسي ان انا ما عملتش حاجه. يعني ايوه جينس ريكورد دي بطوله عالم يعني انا الكلام ده عملته وانا عندي الكلام ده انا أفريقيا. عملته الكلام ده انا عملته وانا عندي 22 سنه. ابتديت العب يعني انا 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 خلصت اللعب الحقيقي 25 26 سنه. دي حقيقه لعب حقيقي يعني كنت اقدر انا كنت اقدر اعمل حاجات كتير. تقدر تعمل اكتر من كده. ايه اللي كنت نفسك تعمله سامح وما تعملش على ايدك بصراحه؟ لا كان في حاجات كتيره يعني مثلا كان نفسي شويه اولا كان نفسي اطلع بدري اوروبا. كانت تفرق معايا كتير. الموضوع كان صعب جدا عليك. كان في شويه يعني بغض النظر الامور يعني اللي حصل فيها، لكن هو يعني انا مش عايز اتكلم بقى في مواضيع قديمه وده حصل. احنا جايين انا بصراحه انا مبسوط جدا يعني مبسوط جدا باللقاء طبعا ده كابتن. طب يعني انا مبسوط جدا باللقاء والنادي الاهلي وبيك والناس اللي عمال اكلمها طبعا، وان انا يعني حاجه بسطاني يعني مش قادر اوصف الاحساس نفسه والله يعني يعني طول عمرك احساسك يعني مش قادر يعني انا مبسوط حتى بالتعليقات والحب الناس ده مش قادر اوصفه يعني بصراحه. يعني التعليقات والله كتيره جدا انا مش ملاحق عليها بصراحه يعني كل شويه يعني اشوف الاقي الناس بتزود تعليقات. لا 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 بصراحه يعني انا الاحساس ده يعني احساس مش قادر اوصفه مش قادر اقوله يعني. كان في كيمياء بينك وبين جمهور الاهلي كتير في الوقت ده كتير كتير، وكنت اول ما تكسب تاخد الكاس وتجري على الجمهور. بالظبط كنت يعني كتير كنت كان كتير يعني مع يعني النادي الاهلي يا جماعه النادي الاهلي حاجه كنت وانا صغير بحلم بيها، وطلعت ولقيت نفسي جوه ولابس فانلة النادي الاهلي حاجه تانية يعني بصراحتك المعهوده. الفرق بين الجيل ده والجيل القديم اللي انت كنت بتلعب فيه هو بس هو طبعا مع اختلاف الاجيال الفرق بس ان هم يعني حاولوا يشتغلوا على نفسهم كتير. حاولوا يشتغلوا كتير على نفسهم. احنا اشتغلنا كتير على نفسنا وتفانينا ويعني كان في تفاني كتير قوي. انما دلوقتي كنت اخد 200 جنيه ساعتها كنت معلش الوقت اتغير. من 200 جنيه زمان كانوا برضه حاجه يعني دلوقتي لو يعني العصر والفروقات اتغيرت كتير يعني. بس الاحتراف بقى احتراف دلوقتي مختلف. دلوقتي المنظومه اتغيرت والرياضه حتى التسويق بتاعها اتغير بقت بقى التسويق مختلف كل حاجه اتحدثت دلوقتي. تقول لي ايه لعيبه النادي الاهلي اللي السيزون اللي فات زعلوا جمهور كتير منهم؟ لعيبه النادي الاهلي يعني النهارده جه جهاز جديد وفي انا شايف ان في دعم كبير وفي لعيبه جديده برضو دخلت النادي الاهلي دعم عناصر شايف ان هو دعم كافي ولا محتاج تاني بصراحه؟ والله لا محتاج شويه محتاج شويه تاني. النادي الاهلي مش هو ده النادي الاهلي اللي المفروض يبقى بنفس القوه يعني. محتاج شويه دعم شويه. عايزك توجه رساله من كابتن سامح عبد الوارث للاعيبي النادي الاهلي في كره اليد، تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني اشتغلوا على نفسكم كتير. اشتغلوا وفي خلي العزيمه والروح روح النادي الاهلي دي لازم يعني لازم دي يا جماعه النادي الاهلي هي دي اللي احنا نعرفه يعني.
قيمه النادي الاهلي؟ حاجه كبيره جدا جدا جدا، بس اللي يعرفها يعني ما حققتش اللي انت عايزه في كره اليد، لكن النهارده كابتن سامح ابو رزق متواجد داخل النادي الاهلي، بتتابع اخبار النادي الاهلي ازاي وانت في فرنسا؟ بصراحه على طبعا على السوشيال ميديا وبرده التواصل شويه، ومحمد انا معاه على طول يعني. عبد الوارث بينقلك الاخبار دايما؟ على طول يعني بنتكلم وطبعا اكمني طبعا في هناك اصدقاء مقربين عارفين ان انا كنت لعيب قديم وبتاع، يعني هم متابعين وانا متابع فبنقعد نتكلم يعني. ما حاولتش تنزل بلاعب كره اليد خالص في فرنسا دلوقتي او تلعب رياضه يعني؟ لا انا بنزل بس مع ابني. ابنك في مفاجاه مهمه جدا 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 لاول مره هنعرف. انا عرفتها طبعا، لكن كابتن سامح عبد الوارث هيحكي. كابتن مروان ابن سامح عبد الوارث بيلعب هندول فين وفين بالظبط وفي نادي كبير في اوروبا؟ كابتن سامح ابنك بيلعب فين؟ في باريس سان جيرمان هناك. هل عشان ده النادي اللي انت تربيت برضه او لعبت فيه فوديته فيه؟ لكن لا، هو انا عشان هو ده النادي اللي اقدر اثق فيه ان هو يقدر يعني عنده هاندبول وفي يقدر الولد يستفيد منه يعني. يقدر يستفيد منه. في نفس الوقت انما اعرفهم كلهم يعني كلهم. تعرفوا لسه على علاقه؟ طبعا كل الاداريين اعرفهم. طب خلينا نقول هو متجانس مصري ولا متجانس فرنسي؟ متجانس فرنسي. لا فرنساوي يعني. فرنساوي. لو منتخب مصر طلبوا سامح هتعمل ايه؟ طبعا طبعا ما اقدرش اتاخر طبعا. ما حدش اتكلم معايا، ما حدش شافه. احنا هو مواليد كام بالظبط يا كابتن؟ هو 2003. 2003. طالع سامح عبد الوارث بصراحه شديده، وانا عارف انت صراحتك المعهوده. ولا واخد شويه من لعيبه تانيين؟ هو يعني هو امكانياته كويسه حلوه. عنده امكانيات كويسه وسريع برضه. بس شويه هو لسه ما ظهرش. لسه ما ظهرش يعني، ما ظهرش قوي يعني. بيلعب في اي مركز؟ بيلعب باك ليفت. بيلعب باك ليفت. باك ليفت. مش هتوديه باك رايت؟ لسه قلت لك. لسه ما استواش يعني. لسه ما استواش. سامح بتروح تتابعه وتنزل الملعب معاه؟ طبعا 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 تابعه على طول مع بعضه. عايزك تقول جمهور النادي الاهلي كلمه اللي بيقصوا على اللاعبين قسوه السنين، يعني انا بصراحه بقول لك بيقصوا عليهم جامد في وقت من الاوقات، بيكون السوشيال ميديا نقدها لازع جدا. ما هو برضو ال 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 القسوه لان هم مستنيين منهم كتير. لانه عارفين قيمه النادي، قيمه الفلينه الحمراء برضو. الناس برضو لازم نديها العذر. هم بيقصوا عشان عارفين ان في قيمه كبيره، المفروض النادي الاهلي ده ما يخسرش ماتش خالص. كل ماتش بطوله، زي ما كابتن طارق محروس قال، كل ماتش بطوله، زي ما احنا بننزل. كل ماتش ليك بطوله. بس بنقول لهم يعني يا جماعه، اختلاف الاجيال النهارده، انتوا كنتوا باصين لكره اليد اللي هي اللي قبل. ادوهم فرصه، ادي للجيل فرصه انه يعيد ترتيب اموره تاني، ويعيد يدي كمان فرصه للجهاز كإداري والجهاز كجهاز تدريب برضو. يعيدوا تاني، يبنوا فريق جديد ويبنوا فريق يقدر يحقق بطولات، وكل النتائج اللي انتوا نفسكم تحققوها ان شاء الله تيجي، بس مع الوقت. يعني النقد اللاذع على قد حب الجمهور طبعا للمكسب. طبعا طبعا يا جماعه. طبعا لازم يديهم عذر الجمهور. اصل الجمهور اللي قاعد فوق في المدرجات وبيجي يشجع للنادي الاهلي، انت مش قادر يعني توصل للاحساس اللي هو بيكون فيه يعني. احنا انا وانت حسيناه، لان احنا شجعنا النادي الاهلي. طبعا 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 طبعا. وقعدت كنا بنشجع النادي الاهلي. انا بشوف، انا وقفت وكنت بشوف الناس بتعيط يعني الاحساس اللي كان عندنا ده كان جاي منهم. كان جاي منهم طبعا. دي حقيقه، كنت اول فرحه تجري عليهم على طول. طبعا جاي منهم، هم اللي مصدر الطاقه. النهارده تعالى انا بلعب من غير جمهور، ماتشي ملوش طعم. ما اقدرش يعني، مفيش حماس. كابتن سامح عبد الوارث بيتابع كره القدم في النادي الاهلي ولا برضه؟ لا بتابع. بتابع. طبعا طبعا برضه. اخر النادي الاهلي طبعا كله بتابعه. كله بتابع الرياضه كلها. حتى لو بيلعب بلي هتابعه. طبعا. امال ايه؟ سامح عبد الوارث، تقول لي مروان ابنك ايه عشان يوصل لقيمه سامح عبد الوارث الكبيره؟ هو انا قلت له انت لازم تركز ان انت شخص عادي. تركزي ان انا ابوك ولا حاجه، انا عايزك انت يعني عايزك تشتغل. قلت له الشغل نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه، اشتغل اشتغل اشتغل. طيب كنا زمان برضه يعني، انا قدامي شويه بس عايز اخد اسئله سريعه معاك. احمد سالم، عصام مدبولي، شركاء نجاح لسامح عبد الوارث في النادي الاهلي.
طبعا دي عشرة سنين طويلة وبداية في نادي التصنيع وطبعا بيوتنا كانت جنب بعضها كلها يعني فكنا على طول يعني رايحين جايين مع بعض في سنين طويلة يعني أحمد سالم من الناس من الشخصيات الجميلة جدا جدا وقريبة قوي مني وإنسان بعزه كتير كتير أخ يعني وعصام طبعا عصام مدبولي طبعا ربنا يديله الصحة برضو يعني بدأنا وطلعنا مع بعض طبعا طبعا شايف أن مصر بعد ما حققت تامن العالم في فريق الأول وثالث العالم برونزية العالم لمنتخب 98 ومنتخب 2000 النهاردة بيخش دور الثمانية شايف أن مصر في 2021 كأس العالم ممكن تعمل حاجة كويسة تعمل لو مشوا لو فضلوا ماشيين على نفس الطريق ده هتعمل تتمنى تشوف مصر تكسب كاس العالم طبعا 2021 طبعا هتنزل تشجع مصر ولا هتتفرج على فرنسا لا اجل هاجي هتنزل هاجي طبعا هتقعد جوه الملعب يا جماعه مصر يا جماعه احنا مصريين انا عشت بره وعندي متجنس بس انا مصري في الاخر انا مصري يعني لما تعرض عليك التجنيس وانت بتلعب ما رضيتوش لا وانا بلعب مرضتش ليه وانا بلعب مرضتش ليه ما اقدرش ما اقدرش تلعب اسم بلدك ما اقدرش كانت صعبه جدا ما كنتش بفكر ما فكرتش يعني انا رفضت وما فكرتش ان انا اوافق ولا انا رفضت على طول نهائي شايف ان احنا قريبين للمستوى العالمي بعد الثلاث منتخبات اللي جم ورا بعضيهم وقدروا يكسبوا كل الكلام ده 2021 شايفها قريبه لمصر قريبه بنفس نفس الخطوات دي توصل ولو الحظ ما حلفكش تاخد مركز كويس لو الحظ لان برضو في شويه رايحين تونس في يناير مصر هتلعب منتخب مصر الكبير هيلعب في تونس في يناير بطوله مؤهله للاولمبياد بكين او طوكيو عفوا سوري اولمبياد طوكيو في 2020 شايف البطوله سهله بين مصر لا صعبه بكل اللي مصر حققته لان برضو تونس فرقه مش قليله تونس فرقه بتلعب كره يد وعندها لعيبه تقال ولعيبه كلها تقريبا معظمهم بيلعبوا في دول اوروبا وتونس مصر تونس الجزائر دي ماتشات بتبقى موت ماتشات ما تعرفش مين اللي هيكسب حتى لو مصر في قيمه اللي هي موجوده فيها واحنا كنا برضو ساعتها وكنا بنكسبهم كتير بس في بدايه الماتش ما بتبقاش عارف نازل مش عارف الماتش مين اللي هيكسب لان فرق تقيله كابتن سامح مش قادر اقول لك شعوري واوصف لك مبسوط ازاي ان انت كنت معانا النهارده الله يخليك يا كابتن خالد متشكر جدا تعليقات السوشيال ميديا قويه جدا عليك الناس حباك وفعلا احنا حابين تكون دايما معانا وهنتواصل دايما معاك اول ما تيجي مصر لازم تشرفنا وتنورنا عشان معانا كلام كتير انا متشكر جدا كل سنه طيبين ومتشكر جدا انا مبسوط جدا يعني مش قادر اقول لك الاحساس اللي انا فيه دلوقتي ان انا وسط جوه بيتي يعني نادي الاهلي سامح نورتنا وشرفتنا شكرا فعلا كان معانا اسطوره في التاريخ كره اليد المصريه والعالميه والافريقيه والعربيه والنادي الاهلي بالتحديد مش هتتكرر تاني سعدت كان معايا النهارده وان شاء الله دايما على تواصل معايا في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء